تمام. تمام. هو منصة اسمها منصة iSteam.com. المنصة دي بتعمل ايه؟ المنصة دي اولا هو شركة تأسيسها، تمام، بتعمل ايه كمان؟ تتضمن فرص الارشاد والتوظيف للاشخاص من ذوي الهمم من خلال العمل مع الحكومات والجامعات التكنولوجية والمؤسسات. كمان ايه؟ بتساعد ذوي الهمم على كتابة السيرة الذاتية. يعني انا دلوقتي مثلا لو شخص مكفوف وجاي لي مقابلة شغل مثلا في الشركه، والشركه دي طالبه مني كتابه السي في بتاعي، السيره الذاتيه معناها السي في. فبعدين رحت لمنصه iSteam.com دي، ورحت قلت لهم انا عايزه اكتب السيره الذاتيه بتاعتي، فساعدوني في ان انا اكتبها، وكمان التحضير لمقابلات العمل والاسئله المتعلقه بالحياه المهنيه. يعني انا مثلا عندي انترفيو بكره، فالمنصه دي بتاهلني ان انا ابقى جاهزه لاي سؤال في الشغل. مثلا هيسالوني مثلا انت اشتغلت فين قبل كده، طب انت مهيئ للعمل تحت ضغط، طب انت لو واجهت المشكله الفلانيه هيبقى ايه رد فعلك. هي دي الاسئله المتعلقه بالحياه المهنيه. انا عايزاكم بس كلكم تفتحوا الكاميرا، لان تقريبا كلكم قافلينها. ملك قافله الكاميرا، وبيسان قافله الكاميرا، وسيف قافل الكاميرا، ومازن مصر شاطرة بتاعها. طب النهارده اخر مره حد هيقول لي انا مش قادر افتح الكاميرا ابتداء من الحصه الجايه، اللي مش هيفتح الكاميرا هعتبره غياب. وانت يا همس، ايه الصوره اللي انت حطاها دي يا همس؟ حاضر يا مس، لحظة واحدة. لحظة واحدة بس. ماشي يا همس. كمان قلت لكم ان المنصه دي بتتلقى الدعم من اليونيسيف ومايكروسوفت ومجتمع ناشونال جيوغرافيك ومنظمات الشركه الاخرى. يعني ايه؟ يعني بتساعدهم، بتديهم فلوس لو احتاجوا. منظمه اليونيسيف ومايكروسوفت ومجتمع ناشونال جيوغرافيك ومنظمات الشركه الاخرى. كمان بتقدم برنامج بيغير النصوص الرقميه لصيغه يمكن للمكفوفين وضعاف البصر استخدامها بسهوله. دلوقتي انا شخص مكفوف وقدامي فايل، عايزه الفايل ده اعرف فيه ايه. افتحي يا همس الكاميرا. حاضر. محمد علي انت قافل الكاميرا ليه يا محمد؟ والسيف قافل الكاميرا ليه؟ وبيسان، هو انا لازم انادي عليكم فرد فرد يعني؟ يا مس بس انا عندها الكاميرا بايظة. تمام. الكاميرا انت مش بايظة. بعد كده قلت لكم ان المنصه دي بتشتغل ازاي. دلوقتي انا شخص مكتوب وعندي فايل، والفايل ده عايزه اعرف هو فيه ايه، فببدا ارفع الفايل ده على منصه iSteam.com، فبيبدا يتحول من ملف عادي لملف وورد، وبعد كده من ملف وورد للمستند. بعد كده يقوم قارئ الشاشة بقراءة النص بصوت عالي. يبقى دلوقتي أنا شخص مكفوف وعايزة أعرف النص ده في إيه، الملف ده في إيه، فببدأ أرفع الملف ده على منصة iSteam.com، فبيتحول من ملف عادي لملف وورد، ومن ملف وورد وبعدها يقوم قارئ الشاشة بقراءة النص بصوت عالي. مفهوم لحد هنا؟ تمام. طب مصر عملت ايه لذوي الهمم؟ تدعم مصر ذوي الهمم في العديد من الاماكن، زي ايه مثلا؟ في مكتبه طه، في مكتبه الاسكندريه، في جزء خاص بمكتبه طه حسين. مكتبه طه حسين دي بتحتوي على ماسح ضوئي
يتضمن برنامج يحول النص لصوت لمساعدة ضعف البصر على القراءة. دلوقتي أنا دخلت مكتبة الإسكندرية، فدخلت على جزء خاص بمكتبة طه حسين، فلقيت في مسح ضوئي ولقيت في كتاب، فرحت حاطة الكتاب ده تحت المسح الضوئي، عديته عليه، فالمسح الضوئي قرا لي الكتاب ده فيه. كمان بتقدم الفرص والمنح للأفراد والأشخاص الموهوبة. زي مين؟ كان عندنا طفلة اسمها رانيا صالح. الطفلة دي كانت مبرمجة كمبيوتر ماهرة، بس كانت مصابة بمتلازمة داون، يعني كان من الأشخاص ذوي الهمم برضو، بس كانت مبرمجة كمبيوتر شاطرة جدا. بعد كده أطلقت عدة مبادرات لتمكين المواطنين المصريين من ذوي الهمم عام 2022. كمان بترشد المنظمات لدمج الموظفين من ذوي الهمم بالقوى العاملة وإنشاء فرص عمل لهم. بعد كده طورت وزارة القوى العاملة برامج لتعليمهم وتدريبهم لسوق العمل. عندنا بقى إيه كمان؟ عندنا تقنية التعرف على الكلام اللي هي الصوت. هي تقنية تقوم بتحويل الكلام لنص. دلوقتي انتم ما مركزين معايا ولا لا؟ أيوة تمام. دلوقتي انا مثلا شخص ما بسمعش وما بتكلمش، وفي قدامي شخص عمال يتكلم 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 يتكلم، طب انا مش فاهماه. فاخترعوا تقنيه اسمها تقنيه التعرف على الكلام. يعني انت وانت بتتكلم على طول يبدا التطبيق ده يحول لي كلامك لنص، لحاجه مكتوبه يعني، فانا افهم انت بتقول ايه. يبقى هي تقنيه تقوم بتحويل الكلام لنص، وتساعد ضعاف البصر على السمع، على التواصل. طب انا دلوقتي لو شخص سمعي ضعيف، مش عندي، لا سمعي ضعيف، ودلوقتي في شخص بيتكلم قدامي، فانا مش هبقى افهم حتى لو انا بستخدم التليفون، هو عمال يتكلم يتكلم، فانا مش هفهم. فالتطبيق ده بنزله على التليفون، ممكن يحول لي الكلام اللي الراجل بيقوله لنص، فانا افهم هو بيقول ايه. طب ايه التطبيقات اللي بتدعم تقنية التعرف على الكلام دي؟ هي تقوم هذه التطبيقات بتحويل الحديث لنص مكتوب لحظة نطقه، فيظهر النص في الوقت الذي يتكلم فيه الشخص. إذا كان الشخص ضعيف السمع يعاني من مشكلات في النطق، يمكنه الكتابة. دلوقتي أنا شخص ضعيف سمع، بسمع بس بنسبة قليلة جدا، وعندي مشكلات في النطق، يعني بتكلم بس كلامي مش مفهوم، وعايزة دلوقتي أوصل مثلا لسلمى أنا بقول إيه. فدخلت على التطبيق ده، كتبت اللي أنا عايزة أقوله، فبدأ يحول الكلام اللي أنا كتبته ده لصوت بشري حقيقي، كأني أنا اللي بتكلم، عشان سلمى تفهم أنا عايزة أقول إيه. طب من أمثلة التطبيقات دي إيه؟ تطبيق روجر فويس. تطبيق روجر فويس ده يمكن للأشخاص ضعاف السمع تحميله وتثبيته على الهاتف الذكي. كمان حملوا أكتر من 50 شخص، 50,000 شخص حول العالم. كده احنا خلصنا أول درس. الدرس الأولاني فيه أي مشكلة؟ لا يمس لا يمس تمام، هندخل على الدرس التاني. الدرس التاني كان اسمه أجهزة شبكات الكمبيوتر. أول حاجة في أجهزة شبكات الكمبيوتر قلت لكم تعريف الشبكة. الشبكة دي حاجات مرتبطة ببعضها، زي مثلا أنا في البيت بابا وماما وإخواتي، إحنا كده عاملين شبكة، إحنا كده كلنا مرتبطين تحت مسمى شبكة واحدة. مثلا أنا في البيت عندي واي فاي كده، ومشتركة أنا وموصلة النت بالواي فاي ده، كده أنا عاملة شبكة في البيت ما بين الواي فاي وما بين الموبايل بتاعي. طب الشبكة معناها إيه؟ هي مجموعة من الأجهزة أو الأشياء المرتبطة معا لأهداف مشتركة. بعد كده قلت لكم أنا عندي نوعين من الشبكات. أول نوع عندي للشبكات السلكية اللي هي الواير نتورك، بمعنى كده عمي يعني أي توصيل ما بين جهاز وجهاز بسلك يبقى واير نتورك. واير نتورك بستخدم الأسلاك والكابلات التي يتم توصيلها فتحات في الأجهزة تسمى المنافذ اللي هي البوردز. يعني أنا بوصل جهاز عن جهاز مع جهاز عن طريق سلك، والسلك ده بيدخل في منفذ زي ما هو موضح قدامكم في الصورة كده اسمه بوردس. هي دي منافذ السلك بيدخل في البوردس دي. تمام. طب تاني نوع عندي اسمه وايرلس نتوركس. يعني ايه الوايرلس نتوركس؟ ان انا بوصل جهاز عن جهاز بس عن طريق مثلا السلكية او الواي فاي. زي ايه؟ زي انا مثلا دلوقتي ممكن اوصل الموبايل بتاعي بالواي فاي،
انا مش محتاجه سلك، ده انا مجرد ما بدخل اسم الشبكه والباسورد بتاعها موبايلي تلقائيا بيلقط شبكه. هو ده معناه الوايرد، الوايرلس نتوركس. يبقى انا عندي نوعين من الشبكه، نوعين، اول نوع اسمه وايرلس وايرد نتورك، وتاني نوع اسمه وايرلس نتورك. الوايرد نتورك بستخدم فيه الكابلات، الوايرلس نتورك ما بستخدمش فيه كابلات، بوصل باستخدام اللاسلكيه والواي فاي. يعني ايه اللاسلكيه؟ يعني مثلا الراديو، الراديو عشان يلقط شبكه يلقط الموجات اللاسلكيه عشان يشتغل، مش محتاج سلك، ده هو بيلقطها كده من الجو وبيبدا ايه يشتغل بناء عليها. تمام يا حلوين؟ بعد كده عندي مكونات تمام. شبكه، تمام، عندي مكونات شبكه الواي فاي. اول حاجه في المكونات شبكه الواي فاي اللي هي المود. ايه هو المود؟ المود ده جهاز يصل شبكه محليه لان بالانترنت. بصوا يا حلوين، حد عارف لان دي اختصار ايه؟ ده السؤال بره بره الكتاب. اختصار كلمة لان دي، لان دي مين يقدر يقول اختصار لكلمة ايه؟ ايه الكلمة الأساسية بتاعتها؟ تمام، هي اختصار لكلمة اسمها لوكال نتورك، لوكال اريا نتورك، لوكال اريا نتورك. اخذنا اول حرف من كل كلمة، أخدنا أول حرف اللي هو ال من لوكال، وإريا وإيه من إريا، ونتورك أخدنا حرف ال إن بتاعها. يبقى أول مكون مكونات شبكة الكمبيوتر المودم. المودم ده جهاز يصل شبكة محلية لان بالإنترنت. دلوقتي أنا يا حلوين عايزة أوصل نت في البيت، المودم ده موجود جوه الراوتر، المودم ده هو اللي بيوصلني بالنت. يعني لو المودم موجود، لو المودم مش موجود جوه الراوتر استحالة الراوتر بتاعي يبقى فيه نت أصلا. يبقى المودم ده هو اللي بيصل شبكة محلية لان بالإنترنت. الشبكة المحلية لان دي الشبكة بتاعتي أنا، أنا عن طريق المودم ده بقدر ألقط أوصل النت للشبكة بتاعتي. كمان يستخدم لربط المستخدمين بالإنترنت، ويحول الإشارة من مزود خدمة الإنترنت ISP لإشارة رقمية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الإشارة الرقمية دي يعني انا وصلت النت من الـ من الـ من النت بتاعي، لسه بدأ اوصله. انا عايزة الإشارة تتحول من إشارة عادية لإشارة رقمية بحيث ان الأجهزة تلقطها. اللي بيساعدني على ده المودم. يبقى المودم اول حاجة جهاز يصل شبكة محلية لان بالإنترنت، يستخدم لربط المستخدمين بالإنترنت، يحول الإشارة مزود خدمة الإنترنت ISP لإشارة رقمية يمكن للأجهزة تلقيها والتعرف عليها. دي أول حاجة. طب تاني حاجة عندي إيه؟ عندي السويتش، زي ما هي موضحة عندكم في الصورة كده. السويتش دي عبارة عن جهاز مليان بوردات، يعني مليان منافذ. دلوقتي أنا وليكن على سبيل المثال عندي مدرسة كبيرة وعايزة أعمل شبكة ما بين الكمبيوترات اللي في المدرسة دي، وعندي تقريبا 6 كمبيوترات. فأنا قلت إيه؟ أنا عايزة أعمل شبكة ما بين الكمبيوترات دي، فأنا محتاجة يكون عندي سويتشز، يعني جهاز كده مليان منافذ بحيث آخد سلك من الكمبيوتر رقم واحد أحطه في السويتش، وآخد كمبيوتر من رقم اتنين أخد سلك وأحطه في السويتش، لحد ما أوصل للكمبيوتر رقم 6 وأعمل فيه زي ما أنا عملت في واحد واتنين. كده أنا عملت شبكة. ليه عملت شبكة؟ عشان أنا لو عايزة أرسل بيانات لجهاز معين أرسلها بسهولة جدا. احددها على الكمبيوتر مثلا ان انا عايزه احول مثلا المعلومات اللي عندي من على الكمبيوتر رقم واحد لكمبيوتر رقم ثلاثة، اقدر ابعتها بسهوله جدا. مفهوم لحد هنا يا حلوين؟ مفهومي طيب مفهوم. تمام. ثالث حاجه اخذناها في مكونات الشبكات اللي هي ايه؟ اللي هي الراوتر. الراوتر اللي هو يربط المودم بمختلف الشبكات. انا قلت لكم دلوقتي ان المودم ده هو جوه الراوتر، هو اللي بيوصل الشبكة بتاعتي بالإنترنت. تمام. طب أنا دلوقتي وصلت المودم بالإنترنت، أنا محتاجة عشان أخلي الموبايلات ترقط الشبكة دي محتاجة راوتر عشان أعمل له اسم شبكة وباسورد وتبدأ الموبايلات تتعرف على اسم الشبكة دي، يبقى عن طريق الراوتر. يبقى إحنا أخدنا مكونات الشبكة، المود والسويتش والراوتر، وأخدنا إنشاء الشبكة في منها نوعين، الوايرد نتورك والوايرلس نتورك.
درس التاني سهل جدا، اعتقد ما فيهوش اي حاجه مش مفهومه. لسه في بقى ايه؟ الذكاء الاصطناعي اللي هو artificial intelligence. الذكاء الاصطناعي ده احنا قلنا مصطلح شامل لتطبيقات كمبيوتريه معقده تؤدي مهام معقده تحاكي بها تفكير العنصر البشري وادائه. طب امثله على الذكاء الاصطناعي، اول مثال القدرة على التعلم والاستنتاج من خلال إمداده بالمعلومات والمعرفة. وليكن على سبيل المثال دلوقتي أنا اشتريت روبوت، فأنا أول ما اشتريت الروبوت ده بدأت أبرمجه. يعني إيه بدأت أبرمجه؟ بدأت أظبطه كده وأدخله، وليكن أنا دكتورة فدخلت له معلومات مثلا عن البطنة، عن أمراض البطنة، أمددته بالمعلومات والمعرفة المتعلقة بكل حاجة في أمراض البطنة. فدلوقتي أنا لو جيت سألته على أي سؤال في أمراض البطنة يقدر يجاوبني عليه. ليه يقدر يجاوبني عليه؟ لان انا امددته بالمعلومات دي. كمان يقدر يستنتج لي حاجات لاني انا امددته بالمعلومات دي. كمان انا لو طلبت منه يعمل لي مقال عن امراض البطنه يقدر يكتب لي مقال عن موضوع ما. كمان يقدر يستفسر لي على الاحداث التاريخيه وتتابعها. يعني ايه يقدر يعمل لي استفسار عن الاحداث التاريخيه وتتابعها؟ وليكن على سبيل المثال وانا ببرمجه قلت له ده سنه 2020 ظهر مرض اسمه مرض الكورونا، ومثلا انتهى 2021. هو يقدر يقول لي لو انا سالته عن تسلسل الاحداث التاريخيه دي يقدر يديني التسلسل بتاعها، يقدر يسترجع لي البيانات اللي حصلت. هي دي معناه ان هو يسترجع لي الاستفسار على الاحداث التاريخيه وتتابعه بحيث فيها تعمل آلة على استرجاع البيانات التي امدت بها عند الحاجه. كمان تقليد الاصوات من خلال امداده بنبره صوت الانسان الطبيعي. وليكن على سبيل المثال انا اول ما اشتريته اتكلمت جنبه احمد اشرف الشابوري. احمد اشرف يا احمد داريوس، افتح الكاميرا يا احمد، انت لسه داخل دلوقتي؟ لا داخل من بدري بس مش طب افتح الكاميرا يا احمد، ولو لابس السماعات دي تخلعها لأن الصوت ما بيبقاش واضح فيها. تمام. فبعدين ايه؟ انا اول ما اشتريت ال اسمه ايه ده؟ الروبوت، عملت له سمعته صوتي، يعني امددته بنبرة صوتي انا، هو يقدر يقلد صوتي وكأني انا اللي بتكلم. فاهمين النقطة دي يا حلوين؟ يبقى أول حاجة أمثلة على الذكاء الاصطناعي القدرة على التعلم والاستنتاج، 2 كتابة مقال، 3 الاستفسار عن الأحداث التاريخية وتتابعها، 4 تقليد الأصوات من خلال إمداده بنبرة صوت الإنسان الطبيعي. دي أول حاجة، دي آخر حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة. طب الدرس اللي بعد كده كان عبارة عن إيه؟ لحد دلوقتي مفهوم يا حلوين؟ I miss في حاجة في اللي أنا قلتها مش مفهومة؟ times طيب lanes كله تمام. تمام يا حلوين. بعد كده انا عندي التكنولوجيا، الدرس الثالث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قلت لكم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ده بنتكلم فيه على الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي بقى. طب ايه اول حاجه في الذكاء الاصطناعي؟ الواقع الافتراضي اسمه فيرتشوال رياليتي. يعني ايه الواقع الافتراضي؟ هي بيئه افتراضيه ثلاثيه الابعاد تسمح للمستخدمين باستكشاف محيطهم والتفاعل معه وكأنه حقيقة باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي، حيث تحجب الحياة الواقعية عن المستخدمين وتوفر لهم رؤية عالم آخر. يعني إيه بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد؟ بيئة افتراضية يعني هي مش موجودة في الواقع. بيئة افتراضية يعني هي موجودة مثلا عن طريق الموبايل، لكن هي في الواقع لو أنا دورت عليها مش هلاقيها. ثلاثية الأبعاد يعني إيه؟ يعني مجسمة. دلوقتي أنا لو اتفرجت مثلا على فيلم مثلا بيتكلم عن الحشرات في الواقع الافتراضي، انا لو دورت على البيئه دي في الواقع مش هلاقيها، ده هي معموله لي على فيلم عشان انا استكشف البيئه، لكن هي في الحقيقه مش موجوده. وليكن على سبيل المثال دلوقتي انا مثلا بديكم مثلا درس في الدراسات عن مثلا زياره المتاحف، معايا همس؟ عن مثلا زيارة المتاحف، فأنا مش عارفة أوديكم المتحف ده بالظبط عشان تروحوا تشوفوا الآثار اللي فيه، فلبستكم نظارة الواقع الافتراضي
ولقيت في فيلم معمول عن المتاحف دي، فخليتكم تشوفوه كأنكم كنتوا موجودين في المتحف دي. هي دي بيئة افتراضية، تمام يا حلوين؟ بعد كده أخذنا الواقع المعزز اللي هو Augmented Reality، وقلت لكم الواقع المعزز ده بيجمع العالم الحقيقي والواقع الافتراضي بإضافة صور باستخدام الكمبيوتر. يعني أنا مثلا دلوقتي في حصة رياضة، وكنت عايزة أوريكم المجسمات اللي هي مثلا مربع ومستطيل واسطوانة ومثلث، فاستخدمت إيه؟ فاستخدمت الواقع المعزز. إيه استخدمت الواقع المعزز ده؟ عملتيه إزاي يعني؟ جبت الموبايل بتاعي وجبت سطح مستوي، يعني ترابيزة مستوية كده، ورحت مسلطة الموبايل عليها، فبدأ يعمل لي أشكال، مثلا المستطيل والمربع والاسطوانة، وكأنه الشكل ده موجود قدامي بالظبط، قد النموذج بالظبط زي اللي موجود قدامي. انا ما اقدرش اشك ان النموذج ده مش قدامي باستخدام الواقع المعزز. يبقى الواقع المعزز يجمع ما بين العالم الحقيقي والواقع الافتراضي باضافه صور باستخدام الكمبيوتر. وانا بفعل ذلك ده، بعمل ده ازاي؟ بعمله بكاميرا الهاتف الذكي او الجهاز اللوحي. هو يعرض نموذج ثلاثي الابعاد لما يشبه العالم الحقيقي. يعني بيعرض مثلا، لو انا مثلا معايا مثلث، انا ممكن اعرض لك دلوقتي مثلث شبهه بالواقع المعزز، مش تقدر تفرق الاثنين عن بعض. طب ده انا بعمله ليه؟ بس عشان اساعد على التلاميذ يصبحوا نشيطين في عمليه التعلم. بعمل لهم كده عشان يبقوا نشيطين معايا في عمليه التعلم ويرسخ المعلومات المكتسبه في اذهانهم. تمام. واخر حاجه في الدرس ده اسمه ايه؟ الذكاء الاصطناعي. وقلت الذكاء الاصطناعي هي قدره التعلم، قدره التكنولوجيا على التعلم والتفكير والاستنتاج، ويستخدم لفتح الهواتف بواسطه نظام التعرف على الوجه. موبايلي مثلا انا بيفتح ببصمه وشي، ده ذكاء اصطناعي. لو مثلا انا موبايلي بيفتح ببصمه ايدي، ده ذكاء اصطناعي. اي حاجه بوشي او ايدي ده ذكاء اصطناعي. طب احنا هناخد هنا قدره التكنولوجيا المستقبليه على تحسين الحياه اليوميه. تمام. الواقع المعزز انا لو مثلا عايزه استخدمه للاشخاص ذوي الهمم، هستخدمه للاشخاص ذوي الهمم في ايه؟ وليكن على سبيل المثال دلوقتي انا نظري ضعيف، مش بشوف، لا ضعيف بشوف بس بنسبه قليله قوي، وعايزه اشوف افراد اسرتي بس عن قرب. انا ممكن استخدم الواقع المعزز في ان انا اشوفهم عن قرب. ازاي؟ ممكن البس، ممكن استخدم الواقع المعزز، قلت لكم ان انا اوجه الكاميرا بتاعته على سطح مسطح، يعني على ترابيزه مستويه، واقدر اعرض افراد اسرتي باستخدام الكاميرا، واخلي الشخص ضعيف السمع البصر ده يشوفه. طب ماشي. الذكاء الاصطناعي ممكن استخدمه ازاي لو انا مثلا شخص عندي ذوي الهمم؟ مثلا ما بتكلمش، ما بتكلمش مثلا ما بتكلمش ومش بعرف اكتب. طب انا لا بلاش، مش بعرف اكتب. انا دلوقتي مثلا شخص ما بيشوفش وعايزه اتصل على حد، طب انا هعرف اتصل على حد باستخدام الموبايل واقول له مثلا واجيب اسم مثلا نرمين من على التليفون؟ لا انا مش هعرف اجيب اسمها لاني انا مش شايف حاجه قدامي اصلا. فممكن استخدم حاجه على الموبايل كده تسمح لي ان انا اتكلم واقول له مثلا هات لي رقم نرمين واخليه يتصل لي على نرمين. هو ده معناها يمكنهم استخدام المساعدين الشخصيين الافتراضيين بواسطته لانجاز المهام اليوميه مثل الاتصالات الهاتفيه واستخدام اجهزه الكمبيوتر باستخدام اصواتهم او لغه الاشاره. تمام يا حلوين؟ لحد دلوقتي مفهوم؟ تمام يس اه تمام. يس ثواني كده اتاكد من حاجه تاني. سيف انت قافل الكاميرا ليه؟ واحمد الصبوري قافل الكاميرا ليه؟ وبيسان قافل الكاميرا ليه؟ ميسي طب انتوا بيسن ساعات الكاميرا عندها مش بتبقى شغالة. تمام. احمد الصبوري قافل الكاميرا ليه؟ يا احمد، أحمد ساعات ما بردش بس يا بس مسا. عندي بس كسر في التليفون، فالكسر ده اتغطى على العدسة. تمام. بس ممكن حاجة، اتفضلي. لما خدنا اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو الروبوت، ممكن اللي هو يقلد نبرات الصوت الشخص، صح؟ ممكن يقلد نبرات الصوت، صح، من خلال امداده بنبرة صوت الإنسان البشري الحقيقي.
أي أنا سمعت فيلم قبل كده، واحد كان اخترع الروبوت ده، فهو ما كانش قادر يرد على المكالمات، فخلى الروبوت يقلل صوته وهو يقول للروبوت هيقول ايه، اكنه هو اللي بيتكلم. صح. بعد كده عندنا تالت درس، وهو ايه بقى؟ وهو اسمه تقييم التكنولوجيا المتطورة. عندنا في التكنولوجيا المتطورة موثوقة، أول حاجة التكنولوجيا المتطورة دي هي أحدث إصدار من الخدمات والمنتجات وأكثرها تقدما. يعني إيه أحدث إصدار؟ يعني آخر حاجة نزلت في التكنولوجيا خالص هي التكنولوجيا المتطورة دي. أحدث التغيرات في الحياة بطرق لم يمكن أن ممكن تصورها. يعني أنا من 10 سنين لو قالوا لي مثلا هيخترعوا حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي أو الروبوت، ما كنتش هصدق الحاجة دي. ما كنتش هصدق مثلا إن في موبايلات ممكن تفتح بوشي، ما كنتش هصدقها. يبقى دي أحدث التغيرات في الحياة بطرق لم يكن من الممكن تصورها. ساعدت في التعليم وتحسين الحياة والاندماج في المجتمع. فعلا يعني مثلا لو قالوا لي يعني مين مثلا بعد 10 سنين هيخترعوا حاجه اسمها الواقع الافتراضي، انا مش كنت هصدق ده. طب الحاجات اللي هم اخترعوها دي ساعدت في ايه؟ ساعدت في التعليم وتحسنت الحياه وعملت اندماج في المجتمع. من امثلتها ايه؟ الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي. طب ايه التكنولوجيا؟ اخذنا حاجه بقى تانيه اسمها التكنولوجيا المساعده. وايه التكنولوجيا المساعده؟ قلت لكم من امثلتها، قلت لكم من اسمها كده تكنولوجيا المساعده، يبقى تساعد الاشخاص ذوي الهمم. من امثلتها ايه؟ برمجيات تكبير الشاشه. دلوقتي في برامج، لو انا مثلا شخص نظري ضعيف شويه ممكن في برمجيات تكبر لي الصوره بحيث اشوفها بشكل اوضح كمان، وعندي آلة المسح والقراءة لضعاف البصر. يعني انا مثلا وليكن على سبيل المثال نظري ضعيف جدا وفي قدامي ملف انا مش عارفه اقراه خالص، ان نظري مش مساعدني. دلوقتي بقت في حاجه اسمها آلة المسح الضوئي، احنا اخدناها في اول درس، ممكن اعديها على الكتاب كده فتبدا تقرا لي اللي موجود في الكتاب ده. كمان وسائل سمعيه، وسائل المساعده السمعيه. يعني انا مثلا وليكن على سبيل المثال دلوقتي سمعي ضعيف جدا، فممكن البس السماعات اللي هي الطبيه وابدا اسمع اللي قدامي بيقول ايه. من امثله التكنولوجيا المساعده وسائل المساعده السمعيه، اللي هي منها السماعات الطبيه كمان، والبرامج التي تحول الكلام لنص والنص لصوت. هو انا مش قلت لكم ان في تطبيق اسمه تطبيق روجر فويس اخذناه في اول درس بيحول الكلام لنص، صح؟ صح مس وقلت لكم مثلا واللي بيحول النص لصوت مسموع زي منصه istim.com او استماعي.com، يبقى دي برامج برضو. وكمان عندي القفازات الذكيه. يعني ايه السمارت جلافز دي؟ القفازات الذكيه، لو انا مثلا شخص صم من صم والبكم اللي هم ما بيتكلموش وما بيسمعوش، ولبست القفازات الذكيه دي وقعدت اتكلم بلغه الاشاره، فبتبدا القفازات الذكيه دي تطلع لغه الاشاره على هيئه مخرج صوتي او منطوق، مخرج نصي او مكتوب. يعني لو انا وصلت السمارت جلافز دي بشاشه تبدا تحولي لغه الاشاره دي لحاجه مكتوبه. طب انا مثلا لو وصلتها بموبايل ممكن تحول لي الكلام اللي انا بعمله بلغه الاشاره تبدا تحوله لمخرج منطوق، يعني كان شخص بيتكلم قدامي. فهمت النقطه دي؟ أيوة يا مس فهمتها. كمان عندي اخر نقطه تقريبا، اللي هو تجربه المستخدم. لازم لما انا بسيبها لكم، دي مش مهمة. يعني تقييم المنتج. يعني ايه تقييم المنتج؟ دلوقتي وليكن على سبيل المثال انا لبست السماعات الطبية، فوانا بقيسها لبستها يعني فلقيت فيها تشويش، فطلبوا مني ان انا اقول رأيي، فانا لازم اقول رأيي بموضوعية شفافية. يعني ايه موضوعية شفافية؟ يعني اقول رأيي بصراحة بصدق، مش اكذب اقول مثلا ده هي فيها نسبة تشويش. طب لو هي ما فيهاش تشويش اقول لا ده هي ما فيهاش تشويش وتجربتها ناجحة جدا. تقييم المنتج ده بيساعد على ايه؟ بيساعد على تطوير المنتج. يعني انا مثلا لو سماعاتي مش حلوه بلغت رايي ده الاداره، فانا بساعد كده الاداره على ان هي تطور من المنتج بتاعها ويبقى المنتج بتاعها اكثر تقدما. تمام يا حلوين؟ تمام تمام. يمس، احنا كده داخلين على رقم كام؟ 5 يمس. على مهارات البحث الرقمي. ايوه مهارات البحث الرقمي. تمام، اخذنا في مهارات البحث الرقمي.
أدوات التحرير الرقمي المفيدة، اللي هي إيه؟ اللي هي اختصارات لوحة المفاتيح. تمام، اختصارات لوحة المفاتيح دي تشمل إيه؟ النسخ واللص والقص، دي أكثر أوامر معالجة. يعني دي يعني أنا مثلا لو بكتب مثلا ملف على اللابتوب، بس أكيد هستخدم نسخ ولصق وقص. هستخدم نسخ لو أنا عايزة مثلا أكتب بحث مثلا عن الذكاء الاصطناعي، فأخدت مثلا رحت كاتبة على جوجل أمثلة عن الذكاء الاصطناعي، بدل ما أقعد أكتب وكلمة بكلمة، لا أنا رحت عاملة واخدة ده كوبي يعني نسخ، ورحت عملت له لصق يعني بث. طب وقص مثلا كتبت كلمة غلط وعايزة أشيلها، رحت بقط كده شايلاها. تمام، طب أنا عايزة أعمل الأوامر دي بس على لوحة المفاتيح، بعملها إزاي؟ القص اللي هو القط كنترول زائد إكس. طب أنا عايزة أعمل نسخ، يعني أنسخ حاجة كنترول زائد سي. طب أنا عايزة ألصق أعمل بقى بس، يبقى كنترول زائد في. تمام، مفهوم لحد كده؟ مفهوم يمس. طب أدوات البحث الرقمي، أدوات البحث الرقمي بتشمل 3 حاجات. أول حاجة البحث عن طريق الإنترنت ومحركات البحث المتخصصة والمكتبات الإلكترونية الموثوقة والمتاحة عبر الإنترنت. تمام، أنا عندي دلوقتي محركات البحث. محركات البحث تساعد الأشخاص على البحث في مواقع الإنترنت بناء على الكلمات والعبارات الأساسية. يعني أنا مثلا دلوقتي كتبت مثلا على الجوجل منهج الصف السادس الابتدائي، منهج التكنولوجيا المعلومات، هيبدأ يظهر لي. هي سهلة الاستخدام، يعني أنا مجرد ما بكتب النتائج بتظهر لي على طول وسريعة جدا. يعني أول ما بكتب النتيجة بتظهر، ما بتاخديش وقت، وتظهر النتائج على محرك البحث. هي سريعة وسهلة جدا، مثل محرك البحث اللي هو إيه؟ جوجل. ويجب التأكد من أن المحتوى الذي تختاره دقيق وموثوق. يعني أنا مثلا دلوقتي ببحث عن طريق النت، فظهرت لي معلومات كتير، فمش هاخد اي معلومه خلاص، لا انا لازم اتاكد ان المعلومه دي صح، خدها من مصدر موثوق منه. يعني مثلا لقيت موقع منزلي منهج وزاره منزلي منهج التكنولوجيا، بس مش موقع موثوق مني، انا ما اقدرش اخده، انا لازم اخد معلوماتي دي مثلا من وزاره التربيه والتعليم، من موقع يكون انا عارفاه كويس، او من بنك المعرفه. تمام، قواعد البيانات الداتابيز هي عباره عن مجموعه من المعلومات تخزن عادة في نظام الكمبيوتر. تمام، حلو جدا. يمكن الوصول إليها مجانا عن طريق المدرسة. تمام، ويمكن استخدامها للبحث عن المعلومات من المجلات والصحف، مثل إيه؟ مثل بنك المعرفة المصري اللي هو AKB، يعد قاعدة بيانات عامة تتطرق إلى العديد من الموضوعات ولكنها ستكون موثوقة ودقيقة. يعني مثال لقاعدة البيانات دي بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة ده المصري ده موجود عليه كل المعلومات اللي أنا عايزاها، بس هو متاح بس للمصريين المقيمين في مصر. يعني انا مثلا موجوده مثلا في السعوديه، لا انا مش هقدر افتحه لانه مش هيبقى متاح عندهم. بعد كده عندي فهرس المكتبات، وقلت لكم فهرس المكتبات دي قاعده بيانات تضم كل المصادر والعناصر التي تحويها المكتبه، يتضمن البحث فيها كتب منشوره حديثا بما في ذلك الكتب الالكترونيه التي تحتوي على احدث الابحاث، مثل ايه؟ مثل فهرس مكتبة الإسكندرية الذي يمكنك استخدامه من خلال رابط موقع المكتبة على شبكة الإنترنت. تمام، البحث في قاعدة البيانات، وأنا ببحث في قاعدة البيانات لازم آخد بالي من 3 حاجات. أول حاجة استخدامات الكلمات المفتاحية في البحث. يعني إيه؟ يعني مثلا مش أكتب جمل طويلة، مش أكتب مثلا منهج الصف السادس الابتدائي، منهج تكنولوجيا التعليم، الترم الأول لسنة مش سنة مثلا 2023 كده، أنا كتبت جملة كبيرة، لازم تبقى جملتي مختصرة، مش أكتب ده كله، لا أكتب جملة مختصرة، أقول منهج تكنولوجيا التعليم الصف السادس، هيظهر لي على طول. كمان مراجعة نتائج عناوين البحث، عناوين المواضيع والبحث. يعني انا مثلا افضل اراجع العناوين دي، اشوف العناوين دي صح ولا غلط. طب انا مثلا ظهر لي مثلا انا ببحث عن منهج الاي سي تي بتاع 6 ابتدائي، ظهر لي منهج الاي سي تي بتاع 5 ابتدائي، طب ما انا لو خدته هبقى غلط، انا لازم اراجع عناوين البحث والموضوعات. كمان لو انا مثلا ببحث في قاعده بيانات وعاوزه قاعده البيانات دي مثلا تقتصر لي على عنوان محدد، مش تظهر لي عناوين كتير، فانا ممكن اختار لو انا مثلا ببحث عن كتاب مثلا بيتكلم عن التكنولوجيا،
فانا لو كتبت مثلا كتاب عن التكنولوجيا هيظهر لي كتب كتير. طب لو انا عايزه اضيق نطاق البحث، لا ممكن اكتب اسم المؤلف او ممكن اكتب عنوان المجله عشان اضيق نطاق البحث. فهمتوا النقطه دي يا حلوين؟ ايوه تمام. ندخل على الدرس اللي ايه بقى، الدرس السادس. الأجهزة مش المحمولة الاجهزه المحموله. تمام، ممكن قلنا انواع الاجهزه المحموله: الهاتف الذكي اللي هو الموبايل يعني، والجهاز اللوحي اللي هو التابلت، والقارئ الالكتروني ده هو عامل زي التابلت كده بس بستخدمه لقراءه الكتب او المجلات. تستخدم الهواتف الذكيه والاجهزه اللوحيه في تصفح شبكه الانترنت، يعني لو عايزه ابحث عن حاجه ممكن افتح جوجل عن طريق الموبايل او التابلت. تمام. طب والتحقق من البريد الالكتروني، انا ممكن افتح الجيميل بتاعي على التابلت او الموبايل، وكمان بيحتوي على كاميرا ومكبرات صوت. انا ممكن اقدر اعلي الصوت على الموبايل بتاعي واوطيه، والشاشه بتاعته عاليه الجوده يعني الصور بتبقى فيه واضحه. والقراءات الالكترونيه دي مثل الاجهزه اللوحيه. يعني ايه الاجهزه اللوحيه دي؟ قلت لك وهي بتستخدم في شكل اساسي في قراءه الكتب، يعني انا مش هقدر استخدمها في اي حاجه غير قراءه الكتب. كمان سمات او مميزات الاجهزه اللوحيه. مميزات الموبايلات مثلا والتابلتات: اول حاجه امكانيه اتصالها بالانترنت. هو انا مش هقدر اوصل الموبايل بتاعي بالانترنت والتابلت بتاعي بالانترنت. تمام، يمكن حملها بشكل افقي. افقي يعني كده ممكن امسك الموبايل بتاعي كده وممكن امسكه كده بشكل راس عادي جدا، واقدر في الحالتين اشوف. امكانيه الاتصال باجهزه اخرى، صح، هو انا مش ممكن اوصل افتح البلوتوث بتاعي على افتح الموبايل، افتح البلوتوث بتاعي وابعت رسائل لموبايل تاني. تمام جدا، ممكن اقدر اعمل كده. وممكن كمان اقدر افتح الموبايل بتاعي على اللابتوب باستخدام وصله اتش دي ام اي عادي جدا، دي معناها امكانيه الاتصال باجهزه اخرى. كمان العمل بتقنيه اللمس. يعني ايه بتقنيه اللمس؟ ان انا بقدر افتح الموبايل بتاعي عن طريق اللمس، مثلا اكتب الباسورد بتاعي عن طريق اللمس، ادخل مثلا على الفيس عن طريق اللمس، هي دي معناها العديد منها يعمل بتقنيه اللمس. بعد كده اخذنا ايه؟ اخذنا الاجهزه المحموله والتعلم. هي الاجهزه المحموله لو انا عايز استخدمها في التعلم اقدر؟ اقدر طبعا. تتيح الاجهزه المحموله توسيع نطاق التعلم خارج الفصل الدراسي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا التعليم مش بقى يقتصر على الفصل الدراسي. ازاي يعني يا مس؟ لان انا مثلا دلوقتي انا وانتو مش بندرس في فصل دراسي، واللي خلانا ندرس عن طريق النت هو الموبايل، الموبايل في نت، فعملنا فصل دراسي على الانترنت وبقينا بنشرح فيه. تمام. طب انا ممكن استخدم الموبايل كمان في انشاء مقاطع قصيره او التقاط صور للمشروعات. كمان مسح رموز الاستجابه السريعه اللي هي الكيو ار كودز للوصول الى الفيديو والمقاطع الصوتيه والنصوص ذات الصله بالمحتوى. كمان مشكلات استخدام الاجهزه المحموله هي ايه؟ ان هي بتقلل التفكير والتفاعل الاجتماعي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو مطلوب مني مساله حسابيه، فانا بدل ما احسبها بدماغي قلت لا، ده انا بدل ما احسبها بدماغي لا، ده انا هحسبها عن طريق الاله الحاسبه اللي على الموبايل. هي دي معناها تقليل مهارات التفكير والتفاعل الاجتماعي. يعني ايه التفاعل الاجتماعي؟ يعني انا مثلا بدل ما اقعد مع اهلي في البيت واقعد مع صحابي، لا انا قلت انا هفتح الموبايل واسلي نفسي بالموبايل. هي دي معناها التفاعل الاجتماعي. كمان استخدام الاجهزه المحموله لاسباب اجتماعيه او ترفيهيه كثيره. يعني مثلا بدل ما امسك الموبايل واقعد ادرس حاجه، لا انا قلت هفتح الفيس واقعد اتفرج على الفيديو والعب العاب. هي دي معناها. كمان صعوبه قراءه النصوص ومشاهده الرسومات البيانيه المعقده عبر الشاشات صغيره الحجم. يعني انا مثلا دلوقتي وليكن على سبيل المثال نزلت منهج تكنولوجيا التعليم على الموبايل بتاعي، فالمنهج نزل صغير لان شاشه الموبايل بتاعتي صغيره فانا مش شايفه كويس، دي يعتبر عيب في اجهزه الموبايل. كمان تقييم حلول باستخدام التكنولوجيا المتطوره. التكنولوجيا المتطوره ساعدت ذوي الهمم في ايه؟ اولا يواجه ذوي الهمم تحديات يعني صعوبه في التعلم بسبب حالتهم الصحيه. كمان وفرنا لهم حاجه اسمها التكنولوجيا المتطوره اللي هي البرامج المساعده المثبته على الاجهزه المحموله لذوي الهمم للحصول على الخدمات التعليميه في المنزل واداره الوقت والمهام في اماكن عملهم. ويمكن لتطبيقات المساعدة على الكلام مساعدة التلاميذ المصابة باضطراب التعلم عبر التعلم عن غير لفظي في المشاركة داخل الفصل. فهمتوا يا حلوين الدرس ده؟ ايوه يعني في حاجة لحد دلوقتي مش مفهومة؟ لا لا هنيجي يمس كله تمام بقى لآخر درس اللي هو إيه بقى؟
أنظمة اللي هو ده التشغيل. تشغيل. أنظمة التشغيل. أنظمة التشغيل يعني إيه نظام التشغيل؟ يعني هو البرنامج الذي يتحكم بوظائف الكمبيوتر. يعني أنا وليكن على سبيل المثال دلوقتي على اللابتوب بتاعي ما عنديش ويندوز، هل اللابتوب بتاعي هيشتغل؟ مش هيشتغل. الويندوز لا ده هو نظام التشغيل بتاعي بتاع الكمبيوتر. طب هو بيتحكم في إيه؟ بيتحكم في وظائف الكمبيوتر، لأني أنا عن طريق الويندوز أولاً فتح لي شاشة، أقدر عن طريق الويندوز أتحكم في الذاكرة، لو أنا عايزة أمسح حاجات من عندي على اللابتوب أقدر أمسحها. طب لو أنا عايزة أتحكم في محركات الأقراص اللي هي الدرايفرز، لو عايزة مثلا إن أنا مثلا أشيل معلومة من على الديسك توب أحطها في الهارد، لو أنا ما عنديش نظام تشغيل مش هقدر أعمل كده. تمام، لو أنا استخدمت الطباعة، لو أنا مثلا ما عنديش ويندوز مش هقدر أطبع حاجات، مش هقدر أطبع حاجات. هي دي معناها إن هو البرنامج الذي يتحكم بوظائف الكمبيوتر مثل الذاكرة ومحركات الأقراص والطباعات اللي هي البرينترز، ويتحكم ايضا بالاجهزه المساعده مثل قراءات الشاشه ومكبرات مثل القراءات ومكبرات الشاشه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن اوصل اللابتوب بتاعي بقراءة الشاشه، او ممكن طبعا، وممكن كمان اقدر اوصل اللابتوب بتاعي بسماعات خارجيه بحيث الصوت يبقى عالي، اقدر طبعا، ويدير برامج واجهزه الكمبيوتر، وهذا يمكن المستخدم من التواصل مع الكمبيوتر بسهوله. ده نظام التشغيل اللي هو اسمه اوبريتنج سيستم. تمام، طب هننزل على انظمه تشغيل الهواتف المحموله. قلت لكم عندي انظمه تشغيل الهواتف المحموله هم نوعين، الاندرويد وهو النظام الاكثر شيوعا، يعني معظم الموبايلات الموجوده في السوق بتستخدم الاندرويد. وقلت لكم نظام الاندرويد ده اسمه مفتوح المصدر. يعني ايه مفتوح المصدر؟ يعني انا دلوقتي اقدر اقرا شفره البرمجه الخاصه بالاندرويد، وكمان اقدر اغيرها. دي تعتبر من مميزات الاندرويد. طب الابل اي او اس، الابل اي او اس ده بيفتح موبايلات الابل والايباد بس، ومغلق المصدر. يعني ايه مغلق المصدر؟ يعني انا دلوقتي مش هقدر، انا معايا ايفون مش هقدر افتح شفره البرمجه او اغيرها او العب فيها، مش هقدر. لكن لو معايا اندرويد اقدر اشوف شفره البرمجه واغيرها. تمام يا حلوين؟ وقلت لكم ان النظام تمام. الاندرويد والابل اي او اس مشتركين في الوظائف الأساسية. اللي هي الوظائف إيه؟ هي الوظائف الأساسية اللي هي إرسال الرسائل والاتصال بشبكة الإنترنت والدردشة عبر الفيديو والعمل بخاصية اللمس. تمام؟ بعد كده قلت لكم في حاجة تانية اسمها أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر. أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر بتنقسم لقسمين، المايكروسوفت ويندوز والماك أي أو إس. المايكروسوفت ويندوز اللي هو الويندوز يعني بيشتغل على غالبية أجهزة الكمبيوتر عالميا، بيشتغل على كل أجهزة الكمبيوتر ما عدا أجهزة الأبل. أجهزة الأبل ليها نظام تشغيل خاص بيها اللي هو اسمه ماك أو إس، وهو بيشتغل على لابات أبل بس. بعد كده هننزل على أنظمة التشغيل المتطورة اللي هو نظام تشغيل الروبرت، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو روبرت أوبريتنج سيستم، وهو برنامج مفتوح المصدر لتطبيقات الروبوتية. يعني أنا دلوقتي لو عندي روبرت بيبقى ليه تطبيق اسمه مفتوح المصدر لتطبيقات، لبناء التطبيقات الروبوتيه. يعني عشان ابرمج حاجه افتح تطبيق معين، هو ده نظام تشغيل الروبوت. طب انا عندي بقى ايه؟ عندي انظمه تشغيل السيارات ذاتيه القياده. يعني انا مثلا دلوقتي عندي سياره مثلا اللي هي ذاتيه القياده اللي هي بتشتغل بدون سواق، تتضمن تلك التي طورتها شركه ابل كار بلاي وشركة ويندوز موتوفيت وكذلك شركات السيارات الخاصة. دي أنظمة التشغيل المتطورة. بعد كده أخذنا لغات البرمجة، وقلت لكم لغات البرمجة دي اللي بتعطي أوامر لجهاز الكمبيوتر على هيئة كود. دلوقتي أنا مثلا سلمى قالت لي يا مس أنا عايزة أعمل موقع ويب. قلت لك يا سلمى عشان تعملي موقع ويب لازم تعرفي لغات البرمجة، لأن لغات البرمجة دي هي اللي هتساعدك على تصميم الموقع ده. طب هي بتشتغل ازاي لغات البرمجه دي؟ بتعطي اوامر للكمبيوتر على هيئه كود. يعني انا مثلا دلوقتي لو عايزه اكتب عنوان، هتفهموا الكلام اللي انا هقوله ده الحصه الجايه، لاني انا مثلا دلوقتي عايزه اكتب عنوان، فبكتب العنوان ده عن طريق كود عن طريق اللابتوب بتاعي، فبيبدا يتحول العنوان لصفحه الويب. بعد كده طورت لغات البرمجه من لغه الاله البسيطه اللي هو النظام الثنائي للغات عاليه المستوى، لغات عاليه المستوى الشبيهه باللغه التي يفهمها البشر. بعد كده يختار المبرمجون اللغة المناسبة على الهدف المطلوب.
بناء على الهدف المطلوب، وعادة ما تكون لغات البرمجة مفتوحة المصدر. يعني إيه مفتوحة المصدر؟ يعني يمكن لأي شخص رؤية الكود أو تعديله أو توزيعه. تمام يا حلوين؟ بعد كده أخذنا لغة البرمجة اللي هي لغة ال HTML اللي هي لغة الترميز النص التشعبي. اللغة دي هناخدها إن شاء الله الحصة الجاية باستفاضة كبيرة جدا. هي لغة يستخدمها المبرمجون لإنشاء صفحات الويب، كمان هي اللغة الشائع اختيارها لإنشاء المواقع الإلكترونية. ليه؟ لسهولة تعلمها واستخدامها، وتسمح للمبتكرين بإضافة عناصر لصفحات الويب الخاصة بهم مثل إضافة النصوص والروابط والصور والمقاطع الصوتية والفيديو، ويسهل تعديلها وهي ملائمة لكل متصفحات الويب الكبرى. كده احنا خلصنا. في حد عنده سؤال؟ لا يمس أعتقد كله سهل صح؟ أي طيب فهمني يا أحمد؟ يا أحمد، أحمد أنا كده خلصت. في حد حابب يسألني أي سؤال؟ مس هو أحمد مش في الميتنج لا عشان يمس. تمام، أحمد طلع. تمام، حلو جدا. تمام يا حلوين، احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. في حد عنده سؤال عايز يسأله لي؟ لا يا مس، بس هو في واجب. لا مفيش واجب، لأن هو واجبكم المراجعة، لأن انتوا عندكم امتحان. تمام. ماشي ماشي، عايزين تمام. مني أي حاجة؟ لا يا مس، شكرا. مع باي. السلامة، باي. السلام عليكم. وحمد لله تعليم حصة رياضيات.